خدنا الايرن ديفيشنسي انيميا صح، وقلنا ان الايرن ديفيشنسي انيميا اكتر في سن من كام لكام؟ من 9 شهور لسن سنتين. وقلنا ده سن الايه؟ الويني. وقلنا تاني حاجه ان الاسباب يا اما نقص في السبلاي او الانتيك او نقص في الابسوربشن او زياده، وقلنا نقص السبلاي هتهدوا هنسمع نقص السبلاي زي كاومن زي البريكر تمام زي التوين زي الدايتاتيك ديفيشنسي، ونقص الابسوربشن زي الدايريه زي الدايريه تمام، نقص الابسوربشن زي الدايريه او ستياتوري، وزياده الريكويرمنت زياده الريكويرمنت زي التترالوجي وايه تترالوجي اوف فالوت تمام. وقلنا ان الناس اللي عندها تترالوجي اوف فالوت او ساينوتيك هارت ديزيز بيبقى عندها ساينوزس هايبوكسيا اريثروبويتين عالي، وبالتالي الار بي سيز بتبقى عالي، يستهلك الايرن ستورز، يبتدي يدخل في ايرن ديفيشنسي انيميا. وقلنا ان الكلينيكال برزنتيشن نقدر نقسمها اربع حاجات فاكرينهم، جنرال سي ان اس 3 وابيثيليوم 2 وسبلين، يعني ده اختصار الايرن ديفيشنسي انيميا كلينيكال مانيفيستيشن. بيبقى العيان عنده بالور وانوركسيا وفاتيك، بيبقى العيان عنده اريتابيليتي ساعات، بيبقى تحصيله الدراسي ضعيف، الميموري ضعيف، كونسنتريشن ضعيف، وعنده شهيته غريبه قلنا اسمها بايكا. والابيثيليوم قلنا الهير ملوش لاستر، والنيل كيرفت وفي حاجات بيضة، الطحال يكبر انفكشن واكسترا ميدالري هيماتو كويسز. وقلنا لو انا عايز اعمل تحاليل، لو عملت صوره دم هيبقى في انيميا، بس نوع الانيميا ايه؟ مايكروسيتيك مش كده؟ قلنا انا هعمل صوره دم والبلاد انديسز فلاقي انيميك، والام سي بي ايه؟ قليل. ام سي بي قليل يعني اقل من كام؟ 75 الرقم بتاع امتحانات الراوند. سيبك من 70 زائد الاتش ان اي، سيبها دي، الرقم اللي هيجي لنا في الامتحان لو اقل من 75 انا معاك انها بتختلف حسب السن، يعني 70 ده في اقل سن، ولكن في الامتحان اقل من 75 هعتبرها مايكروسيتيك، مش هستنى لحد ما تقل عن 70. يبقى اي انيميا عندك في امتحانك انت، امتحان الراوند بالذات واخر السنه، لو الام سي في قل عن 75 هعتبرها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. وقلت المره اللي فاتت هقول لكم ليه ريتيكلوسيتيك كاونت بيبقى نورمال. بصوا على السبوره، لو ده البوم مارو ودي الار بي سيز وهي بتتكون، لو دي الريتيكلوسايت ودي الماتيور، لو دي الريتيكلوسايت ودي الماتيور، ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي مشكلة الهيموجلوبين من أول الخلية هنا نورموبلاست، فبالتالي لو الخلايا دي بتقل فالماتيور هي كمان بتقل، وريتيكلوسايت اللي بتطلع من البون مارو تعدي من البون مارو للبريفرال بلاد حاجة من اتنين، فالريتيكلوسايت دي الخلية اللي قبل ما بتخرج وتتحول إلى ماتيور، ده في النخاع، ده تكوين الار بي سيز. اللي بيحصل في نقص الحديد إن الريتيكلوسايت بتقل والماتيور كمان بتقل، وبالتالي هي إيه ريتيكلوسيتيك كاونت؟ هي ريتيكلوسايت على الماتيور، وبالتالي لو الريتيكلوسايت قل والماتيور قلت فالريتيكلوسيتيك كاونت ممكن تبقى إيه؟ ممكن تبقى نورمال. هقولها تاني، يعني حالات الاير ديفيشنس انيميا الماتيور بتقل وريتيكلوسايت كمان بتقل، لان الحديد مهم للخلايا ما قبل الريتيكلوسايت، فالريتيكلوسايت هتقل والماتيور هتقل، لو الاثنين قلوا بنفس النسبه تفضل الريتيكلوسيتيك كاونت ايه؟ بس النورم. ولكن احيانا هو الريتيكلوسيتيك كاونت مش معتمد بس على تكوين الريتيكلوسايت، ولكن معتمد على نزول الريتيكلوسايت من النخاع، وبالتالي ممكن الريتيكلوسايت اللي نازله من البون مارو للبريفرال بلاد النزول نفسه الخروج الريليز يقل، وبالتالي ممكن جدا الريتيكلوسيتيك كاونت يقل اكتر في البريفرال بلاد، وبالتالي الريتيكلوسيتيك كاونت وارد انه يبقى قليل.
لكن عمره ما يبقى عالج. امتى يعلى؟ لو انا بدات اعالج اول ما ادي حديد الاول الريتيكلوسايتس هتزيد ثم الماتيور، ففي مرحله فيها الريتيكلوسايتس عاليه والماتيور قليل. هقولها اخيرا تاني، ايه اللي بيحصل في الاي ار ديفيشنسي انيميا؟ الريتيكلوسيتك كاونت يا نورمال يا بيقل. واختصار ليه بيبقى نورمال؟ لان الريتيكلوسايت قلت والماتيور قلت بنفس النسبه، وبالتالي الريشيو ما بينهم فضلت ثابته. الاحتمال الثاني ان ريشيو ما بينهم فضلت ثابته ولكن نزول الريتيكلوسايت من النخاع الى البريفير بلاد قل، ففي احتمال ولو بسيط ان الريتيكلوسيتك كاونت يقل. يعني الاثنين قلوا بس الريتيكلوسايت في البريفير بلاد قلت اكتر. الاحتمال اول مش الاحتمال بقى، لما ابدا اعالج يحصل ايه؟ لما ابدا اعالج يبتدي الريتيكلوسيتك كاونت في الاول يزيد كاول كام يوم. ليه؟ لان انا لما ابتدي ادي حديد الخلايا اللي جوه النخاع هي اللي بتزيد الاول، فالريتيكلوسايت ممكن تنزل البريفير بلاد وهي لسه الماتيور قليله، فالريتيكلوسايتس زادت بينما الماتيور لسه قليله، ففي البدايه ممكن الريتيكلوسيتك كاونت يكون عالي، لكن لما اكمل علاجه الريتيكلوسيتك كاونت يرجع للنورمال لان الاثنين اتساووا بعد كده. اذا الريتيكلوسيتك كاونت اللي عليك تعرفه. لو جالي حاله، وانا قلت لك الكلام ده مقارنه بين الثلاسيميا والايرن، لو جالي حاله مايكروسيتك انيميا وقال لي الريتيكلوسيتك كاونت نورمال بقت ايرن ديفيشنسي، قال لي الريتيكلوسيتك كاونت عالي بقت ثلاسيميا، طب لو قليل ودي ما بيجيبهاش في الامتحان، لو قليل تبقى برضو اير ديفيشنس انيميا ما تبقاش ثلاسيميا. الثلاسيميا هي مايكروسيتك زائد ريتيكلوسيتك كاونت ايه؟ عالي لازم. الحاجه الثانيه قلنا ايه؟ لو عملنا بون مارو اسبريشن هلاقي الحديد في النخاع ماله؟ قليل. بالذات النورموبلاست انترميديت نورموبلاست كميه الهيموجلوبين اللي في خلايا الانترميديت نورموبلاست واحنا نازلين كله قليل. وبدور على الحديد في النخاع بصبغه اسمها قلنا براشنج، وقلت الدايجنوستيك في الاير ديفيشنسي انيميا تعمل حاجه اسمها اير كاينيتكس، اثنين بيزيدوا واثنين بيقلوا. الاثنين اللي بيقلوا الحديد والمخزن بتاعه 70 140 740 مايكرو جرام بير ديسيليتر مايكرو جرام بير ليتر. وقلت لك في حاجتين بيزيدوا، الشيالين الفاضيين اللي هم التي اي بي سي توتال ايرن بايندنج كاباسيتي القدره على ان انا اشيل حديد بتزيد لان الشيالين فاضيين. وفي نفس الوقت قلت لك بص دي عشان دي مهمه عندنا النهارده، قلت لك ان في حاجه عندنا اسمها الهيم جزئين، الهيم جزئين ايرن وبروتو ايه. طيب لو الحديد قليل البروتو بورفايرين الفري يبقى ايه؟ يبقى كتير. يبقى عشان كده قلنا اتنين بيقلوا ايرن والمخزن، واتنين بيزيدوا الشيالين الفاضيين والبروتو بورفايرين اللي بيدور على الحديد ومش لاقي. وقلنا بعد كده في حاجه اسمها الديفرنشال دايجنوزس هناخدها بقى النهارده. ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاع المايكروسيتك؟ اكتب عليها سؤال نظري. يعني انا ممكن اجيب لك سؤال اخر السنه السنه دي في الالترا شورت كويستشنز اقول لك انيوميريت تمام المايكروسيتك هايبوكروميك. ولو تفتكروا واحنا بناخد في الاول خالص قلت لك ان في 14 نوع انيميا سبعه منهم مايكروسيتك، خمسه مكتوبين قدامك وزود عليهم سته وسبعه الايرن ديفيشنسي والكوبر ديفيشنسي. يعني عشان يبقى المايكروسيتك كلهم موجودين مع بعض حط جنب الخمسه دول، حط جنب الخمسه اللي عندك اير ديفيشنسي وكوبر ديفيشنسي تمام كده. طيب نبدا واحده واحده. هو انت عايزين نحط الدايجنوستيك قدام كل واحد، يعني انا لو هتكلم اقول الاير ديفيشنسي بتتشخص بتست واحد هقول مين؟ الفيريتين اهم من الحديد نفسه، يبقى زي السيرم فيريتين هو اهم تحليل الاير ديفيشنسي تمام. ادي واحد اثنين. لو جينا نقول الثلاسيميا بتتعرف كلينيكالي بنقطة ولابوراتوري بنقطة، كلينيكالي مونجولويد مكتبها لو مش مكتوب، وتتعرف لابوراتوري هيموجلوبين الكتروفوريسيس ان الهيموجلوبين اف و اي 2 كلام. على فكرة هو ده مش الفرق الوحيد بين الايرن والثلاسيميا، الثلاسيميا طبعا عندها اكتب بقية الهيموليسيس، يعني عندها البيليروبين عندها الجوندس عندها الهيباتوسبلينوميجالي عندها قصة الهيموليسيس كلها موجودة، الالوان والبطن والحاجات اللي احنا خدناها في الهيموليز. ولكن لو هنقول نقطتين هيبقى الهيموجلوبين الكتروفوريسيس والمونجولويد. ثلاثه لو في كرونيك انفكشن تعرفوا ازاي؟ هيستوري. يعني ايه هيستوري؟ يعني انا عندي عيان انيميك وعايز اعرف سبب الانيميا ده انفكشن كرونيك ولا لا، اسال العيان. تدخل مستشفى كتير مش عارف بيجي لك ادوار سخونيه ووجع في زورك وشيست انفكشن كحه، يبقى بالهيستوري. تاني تتعرف على اذا كان الانيميا بسبب الانفكشن ولا لا بالهيستوري. طب الليد بويزنينج في نقطتين، واحده مكتوبه واحده هنكتبها. بصوا يا شباب الليد يعني ايه ليد بويزنينج؟
الناس بتاكل او تشرب ساعات في الميه ميه ملوثه نتيجه المصانع اللي بتصرف في الميه مجاري الميه تمام. وبالتالي يبتدي الناس ساعات لو عايشه جنب مصنع ففي الهيستوري تعرض للليد او بالاكزامينيشن ساعات بيبان في الضوافر بعض الفيتشرز او حتى نعمل حاجه اسمها سيرم ليد او حاجه اكتبها بقى ومرسوم لها صوره في الاخر يمكن ورا في المذكره صوره رقم 3 ورا خالص في اول ورقه في الصور صوره رقم 3 هتلاقي كرات دم حمراء كتير وهتلاقي خليه عامله كده مقسمه هنا وهنا هتلاقي خليه عامله كده فيها نقط زرقاء كتير هتلاقي خليه بالشكل ده فيجر 3 متساور عليها بسهمك يعني هي ضعيفه شويه عندك هي انا بوضحها لك على السبوره هي خليه اكبر شويه حجمها ومليانه نقط زرقاء بيسموا النقط الزرقاء دي بيزوفيليك ستيبلينج ستيبلينج يعني منقط فيها حاجه اسمها بيزوفيليك ايه ستيبلينج دي مميزه للليد بويزنج انا بقول الكلام ده ليه عشان لو قال لي ايه فايده البلاد فيلم لحالات الانيميا ايه فايده البلاد فيلم لحالات الانيميا حد شاطر كده يقول يعني من فوائد البلاد فيلم لحاله انيميا واحد البيزوفيليك ستيبلينج ان انا لو لقيتها يبقى دي حاله ايه ليد بويزن لو انا لقيت بلاست سيلز في البلاد بلاست سيلز عارفين بلاست سيلز لوكيميا تبقى لوكيميا تبقى حاله لوكيميا تمام لو لقيت سيكل شيب سيل سيكل سيل انيميا مايكروسفيروسايتس سفيروسايتوزس مايكروسفيروسايتس سفيروسايتوزس وريتيكولوسيتيك كاونت نفسه يعني الريتيكولوسيتيك كاونت نفسه لو عالي تبقى هيموليسيس وهيموريج لو قليل او نورمال افكر في ايرن او غيره يبقى تاني يبقى من فوائد البلاد فيلم حاله انيميا شكل الار بي سي سيكل او سفيروسايت البلاست سيل في اللوكيميا البيزوفيليك ستيبلينج في الليد بويزنج والريتيكولوسيتيك كاونت نفسه ساعات بنعرفه عن طريق البلاد فيلم هو كمان بصوا يا شباب رينال فيلير الكرونيك رينال فيلير هتاخدوه في البطنه من الحاجات اللي بتعمل كرونيك او بتعمل مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا بتعرف حالات رينال فيلير ازاي؟ الناس اللي بتاخد بطنه بتعرف ان ده عيان بيبقى عنده ساعات هايبرتنشن ساعات بيبقى عنده اسيدوزس ساعات بيبقى عنده بون افكشن شورت ستيتشر لو هو طفل يعني اذا عنده علامات الكرونيسيتي عنده اولوجوريا عنده اديما ساعات كتاني يعني كلينيكالي العيان عنده هايبرتنشن كفايه تعرف دي وشورت ستيتشر مثلا تمام لو عايز اعرفه لاب وظائف الكلى بتتقاس بايه كرياتينين او حاجه اسمها بلاد يوريا نيتروجين بي يو ان خلينا كرياتينين وخلاص على فكره النورمال كرياتينين في الاطفال ممكن اب تو 1 ملي جرام بير ديسيليتر في الاطفال الكبار ممكن توصل ل 1.4 بس في الاطفال ما بتعديش واحد فلو اي طفل الكرياتينين بتاعه عدى 1 مللي جرام بير ديسيليتر اعتبر ان الرينال فانكشن افكتد خليك حافظ الكلام ده كرياتينين اب تو 1 زي ما قلنا البيليروبين اب تو 1 من 1 ل 2 سب كلينيكال فوق ال 2 بيظهر جوندس يبقى الكرياتينين اب تو 1 يعني 2 من 10 3 من 10 5 من 10 6 عادي كل ده ال 10 ده نورمال وبيختلف حسب السن الحاجه الخامسه بقى هي دي اللي انا مستنيها اسمها سيدروبلاستيك انيميا بصوا يا شباب كلمة سيدرو بلاست يعني ايه؟ سيدرو يعني حديد بلاست يعني بريكيرسر سيل تاني سيدرو يعني ايرن باللاتيني وبلاست يعني خلية ام مادر سيل بريكيرسر سيل خلية منشأ اذا تعتقد لو كلمة سيدرو بلاست دي خلية هل هي الخلية دي في البريفرال بلاد ولا في البون مارو؟ اكتب جنبها اذا السيدرو بلاست دي مكانها جوه النخاع طيب نفهم سؤال يا شباب انا قلت لك ان الهيموجلوبين بيتكون من هيموجلوبين صح الجلوبين ده بروتين والهيم ده ايرن وبروتو تعرف ان السيدروبلاستيك انيميا دي مشكله فين ديفيشنسي ان بروتوبورفايرين يعني كلمه سيدروبلاستيك انيميا اكتب جنبها ان دي خلل في تكوين البروتوبورفايرين طيب وهو خلل تكوين البروتوبورفايرين ده بيحصل نتيجه ايه اكتب طلع منها سهمين صغيرين كده كونجينيتال واكواير كونجينيتال ان يعني السيدرو بلاستيك يعني او نقص البروتوبورفايرين بيحصل نتيجه
حاجه كونجينيتال حاجه اكواير. الكونجينيتال اوتوزومال ريسيسيف يعني بيجي بزواج الايه؟ الاقارب. طب والاكوايرد؟ اكتب فيتامين بي 6 لو تفتكروا ديفيشنسي. يعني فيتامين بي 6 ديفيشنسي اللي هو ايه الفيتامين بي 6 ده؟ بايريدوكسين او الملوث. اذا لما تسمع كلمه سيدروبلاست اول كلمه تيجي في بالك ان ان موقع الخليه دي في النخاع، بدور على الخليه دي جوه النخاع، تعرف ليه دلوقتي؟ رقم اثنين ان سبب السيدروبلاستيك انيميا هو خلل في تكوين البروتوبورفايرين، يا اما الجين اللي مسؤول عن تكوين البروتوبورفايرين او احد مكوناته في مشكله، ودي مشكله وراثيه هيريديتري او كونجنيتال، دي اوتوزومال ريسيسيف بتيجي اكتر في زواج الاقارب، زائد اكوايرد لو العيان عنده نقص في فيتامين بي ايه؟ 6. جميل. من شويه انا قلت لك ان في الحديد لما البروتوبورفايرين يلاقي الحديد مش موجود يبقى فري في الخليه بيزيد. العكس بيحصل في السيدروبلاستيك انيميا. ازاي؟ انا عندي البروتوبورفايرين ده معمول من ايرن من سوري الهيم معمول من ايرن وبروتوبورفايرين. طب دلوقتي لما البروتوبورفايرين يقل يبقى الحديد هو اللي في الخليه ايه؟ فري. ده فين في الخليه؟ ده جوه الخلية المنشأ اللي هي لسه بتتكون داخل النخاع، فتلاقي الحديد يترسب في الخلية. فلما يترسب في الخلية يترسب كده، هو شوف نرسمها هنا وهنا، تلاقي ادي الخلية كده وتلاقي الحديد دخل جوه الميتوكوندريا وترس في نص الخلية زي رينج كده، حتى هم يسموها رينج اوف ايرن ويسموا الخلية كلها سيدروبلاست. يبقى وات از ذا سيدروبلاست؟ سيدروبلاست هي يا شباب خلية كده تمام، بترسمها خلية عادي بلاست سيل في النخاع، الحديد فيها مترسب زي دايرة كده عامل زي رينج كده. ايه الرينج دي؟ السودا دي ده الحديد محطوط على شكل رينج جوه الخلية اللي هي خلية بلاست، فيسموا الخلية كلها سيدرو بلاست. يبقى السيدرو بلاست هي بلاست سيل في النخاع مترسب جواها حديد فري. ليه مترسب جواها حديد فري؟ لان الحديد مش لاقي البروتوبورفايرين. يبقى الحديد مترسب في الخلية تمام على شكل رينج لان مش لاقي بروتوبورفايرين. وهو البروتوبورفايرين مش موجود ليه؟ يا اما حاجه وراثه يا اما حاجه اكواير. ولو انا سالتك قلت لك عايز اشخص سيدروبلاستيك انيميا تعمل ايه؟ عشان تلاقي الخليه دي جوه النخاع. يبقى اعاده سريعه، نقص الحديد بيبقى الفيريتين قليل، ثلاسيميا بيبقى الهيموجلوبين الكتروفوريسيس اب نورمال، كرونيك رينال فيلير الكرياتينين عالي، كرونيك انفكشن في هيستوري، سيدروبلاستيك انيميا بومارو اسبريشن، ليد بويزنينج بيزوفيليك ستيبلينج او الليد بيبقى قليل. هتسالوا عن ايه؟ مش سامع. هو مش شبه؟ بص في شبه وفي اختلاف. الشبه ان الاثنين مايكروسيتيك انيميا. الاختلاف ان انا عندي الهيم بتكون من ايرن بروتوبورفايرين، في نقص الحديد الحديد قليل فالبروتوبورفايرين فري في الخليه كتير. في السيدروبلاستيك انيميا بيبقى العكس، بيبقى البروتوبورفايرين قليل فالحديد اللي في الخليه هو اللي كتير ومرصوص على شكل رينج ويسموها سيدرو ايه؟ سيدروبلاست. وبدانا نتكلم بعدها في الاخر عن التريتمنت، وقلت لكم ان انا عشان اعالج ايرن ديفيشنسي الوقايه افضل من العلاج، واحفظ الريكوايرمنت بتاع الحديد بيبقى من 10 ل 15 او 8 ل 15. مهم. وعلى فكره في حاجه انا يمكن ما قلتهاش المره اللي فاتت ولا قلتها، ان لو الطفل بريترن بنبدا عند سن شهرين، والطفل لو فول تير ببدا عند سن 4 شهور. 4 شهور يعني ابدا اديله حديد عند 4 شهور لان المخازن بتخلص، وعالج السبب لو موجود، وادي اكل فيه حديد الحاجات اللي فيها حاجات حمراء كلها، وبعدين ادي علاج نقص الحديد وهو الحديد نفسه، ولو هدي حديد اورال اديه في الراس ولا في الرجل؟ ولو هدي انترافينس يبقى فرق الدكستران ايرن اللي هو ايرن دكستران الانتراماسلر ما عندناش في ندي. جرعه الحديد في الايرن ديفيشنس انيميا كام بير داي؟ 6 مللي جرام، يعني ممكن تجزئها 2 مللي جرام بير دوز تي دي اس 3 مرات في اليوم. وبقعد ادي علاج يا اما 3 شهور يا اما احسن الهيموجلوبين وادي وراها شهر شهر ونص، يعني مده 3 شهور برضه. وانا بعالج هلاقي الهيموجلوبين بيعلى ربع في اليوم، هيماتوكريت 1 في اليوم، الريتيكلوسيت كاونت لسه قايل لك بتعلى الاول وبعد كده بترجع تبقى نورم. ولو ادي دم ينفع ادي دم في حاله ايرن ديفيشنسي؟ ينفع بس لما الهيموجلوبين يقل عن 4 او في هارت فيل، صح الكلام؟ او يبقى في عندي ايه؟ فكره انا عيبت الايرن كلها لسبب، لان هي تعتبر اهم انيميا على الاطلاق بالذات كمان في اسئله النظر.
ولانها مفيش حاله ايرن ديفيشنسي تيجي حاله بس ممكن تجي لك كيس سيناريو. وانا قبل ما معدي الجزئيه دي انا عايزك فوق خالص في الديفرنشال دايجنوزس اكتب كمان الكرونيك هيموريدج، اكتب كمان عشان بتجيلكوا سؤال في امتحان الراوند يعني ايه كرونيك هيموريدج. ما هي كرونيك هيموريدج تؤدي الى اير ديفيشنسي انيميا في الغالب، مفهوم؟ يبقى كرونيك هيموريدج، كرونيك انفكشن، كرونيك رينال فيلير، الثلاثه كرونيك دول بيعملوا مايكروسيتيك هايبر. طيب حصتنا بقى النهارده سؤال هنجاوبه في النيونات عشان فيتامين اي بيبقى قليل، هبقول لك بعد هنقولها علينا يعني بس مش دلوقتي. لسه لنا نوعين انيميا والاثنين سهلين، او نقدر نقول ثلاثه يعني لو فكينا الميجالو بلاستيك باثنين، هما ثلاث ورق. خليك معايا كده. يعني ايه ميجالو بلاستيك انيميا؟ ميجالو بلاستيك، انا لسه قايل لك دلوقتي خليه اسمها سيدروبلاست. سيدروبلاست يعني خليه جوه النخاع فيها حديد. طب ميجالو بلاست خليه جوه النخاع بس حجمها اكبر كمان من المعتاد. طيب نفهم كده ازاي الميجالو بلاستيك انيميا بتحصل؟ نرسمها في ناحيتين. بصوا لي كده. دلوقتي انا لو عندي اي خليه في الجسم عشان تنقسم لخليتين لازم الاول تكبر وبعدين تنقسم، يعني هي بتكبر وبعدين بتنقسم اهي كده. يعني اي خليه عايز اقسمها خليتين خلاص تكبر الاول وبعدين بتنقسم. جميل. طب عشان خليه تكبر انا محتاج لها ايه؟ محتاج لها في الغالب بروتين، لكن عشان تنقسم محتاج لها نيوكليك اسيد. يعني هي عشان هي الخليه تكبر انا محتاج لها بروتين، وعشان تنقسم محتاج لها نيوكليك اسيد. طيب النيوكليك اسيد ده بيجي منين؟ النيوكليك اسيد ده بيجي بمساعده حاجه اسمها كو انزيمز. تمام؟ يعني النيوكليك اسيد ده بيساعد فيها الكو انزيمز. طيب وهي الكو انزيمز دي الجسم بيكونها ازاي؟ الجسم بيكونها من الفيتامين بي 10 والفيتامين بي 12. الفيتامين بي 10 والفيتامين بي 12. معلش يا شباب اللي ورا الباب تعالوا اقعدوا هنا في كرسيين فاضيين. اتنقلوا؟ هيجوا هي. طب ما تدخلي خليهم خلي عشان هو احنا بدأنا بقى لنا كتير. فاللي واقف مش تعالوا يا شباب. يبقى الكو انزيمز فيتامين بي 10 وفيتامين بي 12. بس خدوا بالكم ان فيتامين بي 10 عشان يبدا يشتغل كويس هو محتاج يتحول من فوليك انتو، يعني هي الكو انزيمز دي محتاجه فيتامين بي 10 وفيتامين بي 12. بس بي 10 ده عشان يشتغل محتاج يتحول من فوليك انتو فولينيك اهي. يعني فيتامين بي 10 ده عشان يشتغل محتاج يتحول من فيتامين فوليك اسيد انتو ايه؟ فولينيك. عملية تحويل الفوليك لفولينيك دي عملية ريدكشن. مين اللي بيعملها؟ فيتامين سي. فهو فيتامين سي قلناها قبل كده دي اذا فيتامين سي ريديوسينج ايجنت اسكوربيك اسيد يحول الفوليك لتترا هيدروفوليك اللي هو الفولينيك. اذا الفيتامين سي مهم لشغل، على فكره فيتامين سي كمان بيساعد على الابزوربشن، هو بيزود الابزوربشن للفوليك اسيد وكمان بيحوله من فوليك لتترا هيدروفوليك اللي هو الاكتف فورم اللي هو الفولينيك. اقول تاني، يبقى الخليه عشان تكبر محتاجه بروتين، عشان تنقسم محتاجه نيوكليك اسيد، والنيوكليك اسيد محتاج فيتامين بي 10 وبي 12 وبشكل غير مباشر محتاج فيتامين سي. فلو بص بقى، فلو واحد ناقصه فيتامين سي او فوليك او فولين، يعني اي واحد في الثلاثه دول مش موجود، فيتامين سي او الفوليك او الفولينيك، هل الكو انزيم تتكون كويس؟ هل النيوكليك اسيد يتكون كويس؟ اذا الخليه تكبر ولا تنقسم. فبالظبط كده، بص لي كده، لو مفيش فيتامينات فمفيش كو انزيم مفيش نيوكليك اسيد الخليه هتكبر بس جوه النخاع ومش عارفه تنقسم كويس. ينتج عن كده حاجتين، ان الحجم كبر بس العدد قل. الحجم كبر فلما الحجم الخلايا يفضل كبير في النخاع تنزل البريفرال بلاد بحجمها الكبير،
هقول مره ثانيه، يعني هي الخليه كبرت جوه النخاع مش عارفه تنقسم او انقسامها قليل يعني، تمام؟ كبرت وانقسامها ضعيف، فالعدد اللي نزل البريفيرال بلاد قل، وفضل حجم هذه الخلايا في النخاع كبير، فسميت الديزيز ميجالو بلاستيك انيميا. بس في نقطه وانا بشرح من شويه الاير ديفيشنسي انيميا، هو الحديد مهم لانهي بلاد سيلز؟ مهم للار بي سي، هل مهم للواي بلاد سيل والبليتليت نمبر في حاجه؟ فاذا كان الاير بيعمل انيميا بس، ولكن الميجالو بلاستيك انيميا هي عباره عن مشكله في النيوكليك اسيد، والنيوكليك اسيد مش مهم فقط للار بي سي، هو مهم ايضا للوايت بلاد سيل بالذات الجرانيولوسايتس نيتروفيل والكلام، مهم ايضا للبليتد. اذا انا متوقع ان الميجالو بلاستيك انيميا ممكن تعمل بان سايتوبينيا، يعني ممكن الاقي حاله ميجالو بلاستيك انيميا فيها الايرن قليل، سوري فيها الار بي سيز قليله، فيها البليتدز قليله، فيها الوايت بلاد سيل قليل، ودي يمكن المره الثانيه او الثالثه بقى اللي اقول فيها حاله فيها بان سايتوبينيا. قلنا اللوكيميا ممكن تعمل بانسايتوبينيا، جمعهم كده. قلنا الهايبر سبلينيزم في حالات الثلاسيميا والسكل ممكن تعمل بانسايتوبينيا، ودي تالت بانسايتوبينيا عندنا في المنهج الميجالو بلاستيك انيميا. يبقى بجنب كده ايه الحاجات اللي تعمل بانسايتوبينيا؟ اللوكيميا دي واحد، الهايبر سبلينيزم رقم اتنين زي في الثلاسيميا يعني او اي سبلينوميجالي، ثلاثة ميجالو بلاستيك ولسه هنجمعهم لسه في اخر واحده في الحصه. طيب حاجه كمان، احنا عندنا كام نوع كده من الميجالو بلاستيك انيميا علينا؟ فوليك اسيد ديفيشنسي، فيتامين بي 12 ديفيشنسي. للحفظ، الفوليك اسيد ديفيشنسي بتظهر عن ست شهور، والاسباب بتاعتها شبه الاير، يعني شبه الاير، نقص انتيك، نقص ابزوربشن، زياده في الايه؟ في الريكوايرمنت، بس زياده كمان دراجز. حد يعرف ادويه بتمنع تحويل الفوليك لفولينيك اسيد؟ ميثوتريكسيت. اسمعوا كمان عن السبتازول، كوترايموكسازول، ترايميسوبريم سلفي ميثوكسازول، عشان كده الناس ما تاخدش كتير سبتازول لانه ممكن يعمل ميجالو بلاستيك انيميا. الناس اللي بتاخد كيماوي ميثوتريكسيت بجرعات عاليه، ريفامبيسين يعني، بس هو الميثوتريكسيت ككيموثيرابي اكتر، تمام؟ يبقى بيمنع تحويل الفوليك انتو فولينيك، على اعتبار ان الميثوتريكسيت دواء للسرطان، وعلى اعتبار ان السبتازول ده بكتيريوستاتيك. تسمعوا عن حاجه اسمها بكتيريوستاتيك وبكتيريسايدا؟ بكتيريوستاتيك يعني بيخلي البكتيريا ما تنقسمش كويس. طيب ايه كمان؟ تمام؟ يعني احنا بنقول ده بالنسبه للدراجز. بالنسبه لزياده الريكوايرمنت، خدنا حاجه لو ما اديناهاش فوليك اسيد يجي لها ميجالو بلاستيك كرايسيس. كل الهيموليتيك انيميا مش كده؟ كل الهيموليتيك انيميا لو ما خدوش فوليك اسيد هيجي لهم ميجالو بلاستيك انيميا، سميها ميجالو بلاستيك ايه؟ كرايسيس. هو التكييف ورا مش شغال؟ افتحوا الشباك لو يعني التكييف مش شغال، افتحوا الشباك. ترايميسوبريم سلفي ميثوكسازول اللي هو مع بعض اسمه كوترايموكسازول اللي هو السبتازول. كوترايموكسازول اللي هو السبتازول، اسمه التجاري سبتازول. طيب بصوا يا شباب، برضو من ضمن في عندكم نقص الابزوربشن في حاجه اسمها سيستيك فايبروزس وسيلياك ديزيز. سيستيك فايبروزس لو تفتكروا ما قلناهوش قبل كده، ده حد عارف سيستيك؟ خدناه في العملي. سيستيك فايبروزس يعني ايه؟ اكتب فوقيه كده اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، مشكله في الكلورايد شانل. اكتب بس فوقيه دلوقتي اوتوزومال ريسيسيف سبتازول اللي هو كوترايموكسازول اللي هو مكتوب عندك ترايميسوبريم. ما هو ترايميسوبريم مع سلفي ميثوكسازول اسمه الثاني على بعضه كوترايموكسازول. مكتوب عندكم يا شباب سيستيك فايبروز. مرض السيستيك فايبروزس ده بيبقى فيه خلل في الكلورايد، مرض وراثي اوتوزومال ريسيسيف. العيان بيبقى عنده مالابزوربش خلاص دلوقتي. السيلياك ديزيز مرض اوتو اميون، في انتي بوديز، اوتو انتي بوديز. بيحصل فيه اتروفي للفيلاي، اتروفي للفيلاي، فالاثنين مع بعض احفظهم ان هما بيعملوا مالابزوربشن. تاني يعني السيستيك فايبروزس بيبقى العيان عنده مالابزوربشن، السيلياك ديزيز بيبقى عنده برضه مالابزوربشن بس الميكانيزم مختلف. السيستيك فايبروزس وراثه، السيلياك ديزيز اوتو اميون، بس كده. دلوقتي النقطه الثانيه الدايت،
هل في اكلات معينه لو البيبي خدها يحصل له فوليك اسيد؟ لو البيبي بيعتمد في الرضاعه على الجوت ميلك، لبن المعيز بس، تمام. هتقولي ما هو الانيمال ميلك على حسب المكان، في كاو ميلك، بافالو ميلك، جوت ميلك. الجوت ميلك الفوليك اسيد فيه قليل لو بيعتمد عليه هو فقط. ايه الكلينيكال بريزنتيشن؟ بالور بس، انيميا بس، ما عندوش اي اعراض ثانيه، مش زي مثلا قلنا الاير ديفيشنسي انيميا عنده سي ان اس وبيتري، لا ده بالور بس. اخيرا الانفستيجيشن والتريتمنت. الانفستيجيشن بتاعت الفوليك اسيد، بصوا يا شباب، لو انا عملت صوره دم لحاله فوليك اسيد ديفيشنسي الاقي انيميا، انيميا بس ولا ممكن بان سايتوبينيا؟ اكتب جنب كلمه، جنب الثلاث كلمات اللي تحت بعض، ماكروسيتيك انيميا، جرانيولوسايتوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا، الثلاثه اسمهم بان سايتوبينيا، ودول بلس اور ماينس. يعني ايه بلس اور ماينس؟ يعني الشيء الاساسي في الفوليك اسيد هو الانيميا، وممكن يبقى في بان سايتوبينيا، بس نوع الانيميا دي مايكرو ولا ماكرو؟ انا شرحتها على السبوره بقى خلاص، ماكروسيتيك. ماكروسيتيك اكتب يعني الام سي في اكتر من كام؟ 100. اكتب كده الام سي في اكتر من 100، يبقى مايكروسيتيك اقل من 75، ماكروسيتيك اكتر من 100. طب لو عملنا بوم مارو اسبريشن هلاقي حجم الخلايا، هلاقي اريثرويد هايبر بليزيا زيها زي كل الاير، زي كل الديفيشنسي انيميا او زي كل الانيميا، كلهم عندهم اريثرويد هايبر بليزيا ما عدا الاخيره اللي هتشوفها دلوقتي، كلهم اريثرويد هايبر بليزيا. الحاجه الثانيه لما تيجي تبص على حجم الخلايا، يعني مثلا كرات الدم البيضاء مكتوب عندك كلمه كده اسمها جاينت ميتا مايلوسايت. جاينت يعني كبير، ميتا مايلوسايت دي ايه؟ اكتب بريكيرسر سيل اوف واي بلاد سيل او اوف جرانيولوسايت. الميتا مايلوسايت دي خليه الام، مادر سيل، خليه المنشا، حجمها بيبقى كبير جوه النخاع. المفروض جاينت ميتا مايلوسايت هي الخليه الام بتاعت الوايت بلاد سيل اللي هي جرانيولوسايت، واحده منها جرانيولوسايت اسمها ميتا مايلوسايت. طب مين الخليه الام بتاعت البليتلتس؟ مالها الميجا كاريوسايت؟ بص لي كده، هي الميجا كاريوسايت دي بتخلف ازاي البليتلت؟ بحاجه اسمها بين قوسين اكتب بادن، بالتبرع يعني كده اهو، يعني عندك ادي خليه اهي، ادي الميجا كاريوسايت كده، البليتلت بتخرج كده، تخرج منها باي بادن اهي. يعني لو دي الميجا كاريوسايت، البليتلت بتخرج بحاجه اسمها تبرعم او ريليز، يعني البليتلت بتبقى ريليز، هي بتخلفك بتطلع من جواها. عشان كده يقولوا، اسمعني كده، في حالات الميجالوبلاستيك انيميا فوليك اسيد او غيره، تلاقي الريليز اوف بليتلت من الميجا كاريوسايتس قل. يعني من الاخر بص، هل النخاع في حالات الميجالوبلاستيك انيميا بيتاثر على مستوى الار بي سيز بس؟ لا، بيتاثر على الثلاث مستويات، على الثلاثه سيلز. في ثلاث تغيرات، التغير الاولاني ان الار بي سيز معدل تكوينها جوه النخاع بيحاول يزيد، اثنين ان حجم البريكيرسر بتاعت الوايت بلاد سيل جاينت، وفي مايتوتيك تريجرز كتير، ده دليل على انها بيحاول ينقسم بس ما عرفش. اخر حاجه ان الريليز اوف بليتلتس من الميجا كاريسايت، خروج البليتلتس من الميجا كاريسايت بيتاثر، اذا تكوين كرات الدم الثلاثه بيتاثر، التكوين بتاع الثلاثه بيتاثر نظرا لان الخليه عماله تكبر ومش عارفه ايه تنقسم. طب لو انا عايز دايجنوستيك تيست، حد سالني كده وقال لي احنا في كل انيميا بنحفظ تيست واحد هيبقى سيرم فوليك اسيد، نقص الفوليك اسيد في الدم اقل من 3 نانو جرام، سيبك من الرقم مش مشكله، نقص وخلاص. في تيست بقى كانوا بيعملوه زمان، احنا ما بنعملوش دلوقتي بصراحه، بس هو تيست قديم شويه، اسمه فيجلو تيست. ايه فيجلو ده؟ حد يعرف الهستيدين؟ ايه هستيدين ده؟ اكتب فوقيه امينو اسيد، في معادله عندك تحت كده، هستيدين ده امينو اسيد. الهستيدين ده يا شباب لما الواحد ياكل حاجه فيها هيستيدين بيتحول الهيستيدين ده لوحده كده من الميتابوليزم بتاعه الى حاجه اسمها فورم امينو او امينو جلوتاميك اسيد، هو اسمه اختصاره كده فيجلو، فورم امينو جلوتاميك اسيد، فورم امينو جي ال يو دي اختصار لجلوتاميك. طب جميل، الفيجلو ده لو في الجسم فوليك اسيد يتحول الفيجلو ده الى جلوتاميك اسيد، يبقى كان في النهايه انا خدت الهستيدين حولته لجلوتاميك اسيد مرورا بحاجه اسمها فيجلو، بس الفيجلو ما تحولش الى جلوتاميك اسيد غير بوجود مين؟ الفوليك. طب لو الفوليك مش موجود الفيجلو يزيد، مش عارف يتحول، فلما يزيد ينزل في اليورين، ادور انا عليه بقى في الايه؟ في اليورين، يبقى بالراحه. عايز اعمل اختبار كده بسيط من غير ما اعمل سيرم فوليك اسيد لانه غالي،
لعيان عنده فوليك اسيد ديفيشن، اقوم اعمل له ايه؟ اديله هيستيدين وادور في اليورين على الفجلو. لو اديته هيستيدين وكان عنده فوليك اسيد، الفجلو ما ينزلش في اليورين لانه بيتحول لجلوتاميك اسيد. لكن لو دورت على الفجلو في اليورين بعد ما اديته هيستيدين ولقيته كتير، يبقى الواد ده ما عندوش فوليك ايه؟ اسيد. فهو اهميه التست ده ايه فقط؟ اخر المذكره في اسئله واصه يقول لك ايه الدايجنوستيك تيست في كل حاجه، او يعني ايه الاختبارات؟ فلو لقيت كلمه فجلو يبقى ده انهي انيميا؟ فوليك اسيد ديفيشن. اخيرا العلاج ازاي؟ نعم تاني معلش، انا عندي الهيستيدين اهو بيتحول الى فجلو، والفجلو بيتحول الى جلوتاميك اسيد، بس محتاج فوليك ايه؟ اسيد. لو مفيش فوليك اسيد الفجلو ده ينزل في اليورين. مفهوم يا شباب؟ يعني هيستيدين يبقى فجلو يبقى جلوتاميك، بس ده بواسطه الفوليك. مفيش فوليك الفجلو ينزل في اليورين. السيرم فوليك اسيد هو الدايجنوستيك، هو ده المفروض، هو ده. لكن افرض انا ما عنديش في الاختيارات غير فجلو هختار. مفهوم؟ هو ادق السيرم فوليك اسيد فقط. عايز اعالج، ادي العيان ايه؟ فوليك اسيد. ياخد العيان فوليك اسيد، او لو مريض يا شباب بياخد كيماوي ميثوتريكسين، ايه رايكم؟ ياخد فوليك ولا اديله فولينيك على طول؟ مش كده؟ يعني هو انا عارف ان انا لو اديت عيان فوليك مش هيعرف يحوله الى فوليك، فانا بديله فولينيك على طول. تمام؟ حاجة التالتة، العينين دول كلهم بنحب نديهم فيتامين سي. على فكرة بص بص، نقص الحديد بدي معاه فيتامين سي، نقص الفوليك اسيد بدي معاه فيتامين سي، نقص فيتامين د بدي معاه فيتامين سي. يعني في كده الناس اللي بتاخد عمل، فاكرين الريكتس؟ يعني دايما بص اكتبها في جنبك، يعني في عيانين وانا بعالجهم بديهم فيتامين سي بالاضافه. زي مين؟ زي نقص الحديد، نقص فيتامين د اللي هو ريكتس، نقص الفوليك اسيد. لان فيتامين سي بيساعد على امتصاص الثلاثه، بيساعد على امتصاص الثلاثه. وعلى فكره فيتامين سي كمان بيعمل اسيدك ميديا. طب وايه الاسيدك ميديا دي؟ بيساعد على حاجتين تانيين، هضم البروتين كويس ومنع الانفكشن وامتصاص الكالسيوم. مظبوط، هقولهم تاني جمعهم معاك. اذا فيتامين سي اثر على الابزوربشن بتاع ثلاثه، فيتامين د، حديد، فوليك اسيد. فيتامين سي عمل اسيدك ميديا، ساعد على هضم البروتين، البروتين بيتهضم كويس بوجود فيتامين سي. وفيتامين سي مهم كمان عشان الاسيدك ميديا دي تعتبر انتي بكتيريال ميديا، فبيحمي من الانفكشن. اذا فيتامين سي ده كويس لحاجات كتير وسط الاكل. نيجي للنوع الثاني اللي هو اسمه فيتامين بي 12 ديفيشن. هو فيتامين بي 12 ده اسمه ايه؟ سيانوكوبالامين. اسم صعب ده، بي 12 وخلاص. انا عايزك ترسم معايا الرسمه دي في الصفحه دي. نرسمها برضو على الناحيتين. يعني هنرسم الاستومر كده، تمام؟ وبعدين الديودنا بتاع ده الاليا، وهنا البلاد فيزل، وهنا الليفر. خلاص؟ يعني انا عندي هنا استومر واليا، دي استومر، وادي الاليا، وادي البلاد فيزل، وده الليفر. خلاص؟ واكتب فوق خالص كده، تمام؟ واحد انتيك، وخد سهمين كده من الاستومك والايليا، نكتب اثنين ابزوربشن، وعلى البلاد فيزل ثلاثه ترانسبورت، وعلى الليفر اربعه ميتابوليزم. اقول تاني، يعني انت هنا فوق هنا خالص كده هتكتب انتيك، وسهمين من هنا وكده، ده الاستومك وده الايليا، هتكتب اثنين ابزوربشن، والبلاد فيزل ثلاثة ترانسبورت، والليفر هنا هتكتب جنبها ميتابوليزم. ليه انا كاتب الكلام ده؟ لان الرسمه دي هتختصر لنا حاجات كتير في مذاكره الفيتامين بي 12. بصوا يا شباب، دلوقتي لو انتوا فاكرين في خليه جوه الاستومك هنا كده اسمها بارايتال سيل، بتطلع حاجه اسمها انترنسك فاكتور.
يعني جوه الاستومك في البرايتال سيل وبتطلع حاجه اسمها انترنسك فاكتور. تمام. طيب دلوقتي انا لما اكل حاجه فيها فيتامين بي 12، على فكره فيتامين بي 12 موجود في معظم الانيمال سورس، في فيتامين بي واللبن كمان. لما انا هاكل فيتامين بي 12 من فوق الاكل هيبتدي يمسك في الانترنسك فاكتور، يعني الانتاج بتاع فيتامين بي 12 ده الانترنسك فاكتور يمسك فيه، بعدين يفضلوا ماشيين جوه الانتستين لحد ما يوصلوا الاليوم. لحد ما يوصلوا فين؟ الاليوم. جوه الاليوم الانترنسك فاكتور بيسيب فيتامين بي 12، وفيتامين بي 12 يبتدي يروح البلد. يعني هو هنا بعد ما وصلوا الاليوم ساب الانترنسك فاكتور ودخل فيتامين بي 12 البلد، يلاقي مين الشيال اللي مستنيه في البلد؟ ترانسكوبالامين، اسمه كده. هو الفيتامين اسمه سيانوكوبالامين او كوبالامين، الشيال بتاعه اسمه ترانسكوبالامين، هنختصره ب تي سي. تي سي اختصار لترانسكوبالامين. اذا شيال يعني عارف زي التسليم وتسلم كده. يعني انا اكلت حاجه فيتامين بي 12 مسك فيها الانترنسك فاكتور فضل ماسكها لحد ما قام مسلمها للبلاد، جوه البلاد قام شايله مين؟ ترانسكوبالامين. فضل الترانسكوبالامين شايله لحد ما وصلوا للمرحله الاخيره جوه الليفر، لان هو عايز يوديه فين؟ يوديه ليه؟ للليفر، لانه فايده فيتامين بي 12 انه يعمل كوانزيمز. طب مين اللي هيصنع من المواد الخام كوانزيمز؟ الليفر. اذا مصير الفيتامين بي 12 كميتابوليزم في النهايه هو الليفر. السؤال بقى دلوقتي ازاي يحصل ديفيشنسي اوف فيتامين بي 12؟ حاجه من الاربعه دول، يا اما انا ما اكلتش اكل فيه فيتامين بي 12 وده فيري رير لسببين. ان انا اي اكل تقريبا فيه فيتامين بي 12 وانا مش محتاجه غير بمايكرو جرامات بسيطه، يعني انا محتاج منه كميات صغيره قوي، اذا من النادر جدا ان يحصل الفيتامين بي 12 ديفيشنسي نتيجه دايتاتيك ديفيشنسي. متفقين؟ يعني مش مشكله اكل يا جماعه. خلاص كده؟ او تكون المشكله، افهم الاول مش مشكله تبص على المذكره، فهمني كده وبعدين نبقى نتكلم. او تكون المشكله مشكله ابزوربشن. طيب هو اورجان واحد اللي بيشارك في الابزوربشن ولا اثنين؟ استومك وإليوم. اذا انا احتمالات نقص الابزوربشن وهي دي الاكثر انها تكون مشكله في الاستومك او تكون مشكله في الإليوم. طيب مين الاستومك دي بتشارك بمين؟ الانترنسك فاكتور. طب والانترنسك فاكتور ده يقل ازاي؟ ثلاثه للحفظ، خليك معايا، الحفظ، جين وانتيبودي وجراحه. يعني ايه جين وانتيبودي وجراحه؟ يعني ممكن تكون مشكله في الجين المسؤول عن تكوين الانترنسك فاكتور، او يكون انتي بودي اوتو اميون راح يضرب الخليه، او تكون جراحه ان انا شلت الاستومك خالص. هقول تاني، يعني مشاكل الاستومك جنبها كده جين وانتي بودي وجراحه. يعني ان اصلا زيه زي هو الانترنسك فاكتور ده بروتين، فلو الجين بتاعه المسؤول عن تكوينه مش موجود خالص، كونجينيتال مش موجود، او في حاجه بيسموها بيرنيشس انيميا او جوفينايل بيرنيشس انيميا، ان في اوتو انتي بودي بيخرج من الجسم بيضرب الخليه، او حاجه ثالثه جاستريكتومي، شلت انت الاستومك دي كلها. تعال للاليوم، ثلاثه برضو، ثلاث كلمات برضو، جنرال وسبيسيفيك وخناقه. يعني ايه جنرال وسبيسيفيك وخناقه؟ جنرال وسبيسيفيك وعندي خناقه. طب جنرال يعني ايه؟ واحد عنده جنرال مالابزوربشن، اي سبب مخلي سيليك ديزيز، اي حاجه عامله مالابزوربشن لكل حاجه، يعني الاتيسي دي ما بتمتصش حاجه. او سبيسيفيك، يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني منشن على عدم امتصاص فيتامين بي 12، الكو ترانسبورتر بتاعه مش موجود. او حاجه اخيره خناقه بين مين ومين؟ بين الجسم واذر اورجانيزم. ازاي يعني؟ لو انا عايش اسمعني لو عايش جوه الانتستين بتاعت الاليوم بكتيريا او في بارازايت خدناه في البارا اسمها دايفيلوبودريام ليتا. بارازايت كده. لو بكتيريا او دايفيلوبودريام دول عايشين، هم دول اصلا عشان يعيشوا بينقسموا، عشان ينقسموا محتاجين فوليك اسيد وفيتامين بي 12. وبالتالي لو انا اكلت حاجه فيها فيتامين بي 12 في خناقه بتحصل جوه ما بين خلايا الجسم وما بين البكتيريا دي فاخد الفوليك اسيد. فلو واحد عنده بكتيريا الاوفر جروث او دايفيلوبودريام ليتا ممكن يعاني من الفيتامين بي 12 ديفيشنسي، يعني البكتيريا دي عماله تاخدها. تاخدها منه، تخطفها منه. تعالى للترانسبورت. مش لازم تحفظ اللي مكتوب، كفايه تعرف ان واحد عنده مشكله في الترانسكوبالامين، يا مش موجود خالص، يا مش شغال، يا موجود نص نص، بارشال ترانزيا، مش مهم الاسماء، مش موجود ترانسبورتر، مش موجود. واخر واحده مشكله فين؟
في الليفر في الميتابوليزم. مكتوب عندك كلمة كده اسمها بي سي ام، جماعة بتوع العمل عارفين الكلمة دي، بروتين كالوري مال نيتريشن، اللي هم الكواشوركور والمارازمس. ومكتوب عندكم يا شباب يعني في الليفر كمان لو عين عنده حاجة اسمها كرونيك ليفر ديز. أنا هعيد معاك تاني، الرسم اللي أنت شايفه على السبورة ده بيلخص كل أسباب الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. أنا يهمني بس إنك تكون عارف العناوين الأهم، يعني زي إيه؟ عنده مشكلة في انتيك، وده كومون ولا رير؟ مشاكل الأبزوربشن، ستومك وإيه؟ ستومك وإيه؟ وإيليا. الستومك في الانترنسك فاكتور يا إما جينو بايظ يا بيتضرب بأنتي بودي يشيلنا خالص الستومك. الإيليم يا إما ما بيمتصش حاجة خالص من ضمنها الفيتامين بي 12 جنرال، يا إما ما بيمتصش الفيتامين بي 12 لوحده، يا إما تالت حاجة إن في حاجة بتتخانق مع الجسم جوه الإيليم. والبلاد ما فيش شيال، والليفر ميتابوليزم مش شغال كويس لأي سبب. سؤال بقى دلوقتي، هو الفيتامين بي 12 ديفيشنسي نفس أعراض الفيتامين بي 10؟ لا. إزاي بالظبط؟ في حاجة زيادة عليه، زيادة حاجتين، اللسان والسينس. اكتب كده، يعني هو زي الفيتامين بي 10 زائد حاجتين. اللسان بيحصل ايه في اللسان؟ جلوسايتس، التهاب في اللسان نتيجه غياب فيتامين بي 12. الحاجه الثانيه هي الاهم، السينس. واكتب جنبها الكلمه دي، هي مكتوبه عندك كلمه سب اكيوت كومبايند جنريشن، اكتب بس جنبها سينس. وليه فيتامين بي 12 مهم للسينس؟ هو انا هرجع بيك للاير. ليه الحديد مهم للسينس؟ عشان الانزيمز بتاثر على النيورو ترانسميتر، صح كده؟ امال فيتامين بي 12 مهم ليه للسينس؟ مايلين شيف. المايلين يعني عشان اكون مايلين كويس انا محتاج فيتامين بي 12. طب هو المايلين ده موجود فين في السي ان اس؟ اكتب بقى، بص ارسم المثلث ده، ترياد كده، في مثلث اكتب جواه بي 12. خلاص، جوه المثلث ده بي 12. احنا عندنا مثلثات كتير، قلت زمايلكم في العام عندنا مثلثات كتير. البي 12 كان في مثلث في اللوكيميا، الواي بلاد سيل عاليه والار بي سيز والبليتليتس قليله. المثلث هو بتاع البي 12 3 بي، يعني بي هنا وبي هنا وبي هنا، حاجه اسمها بيراميدال تراكت. الناس اللي بتاخد نيورو في البطنه بوستيريور كولوم وبريفرال نيرف، يبقى بيراميدال تراكت بوستيريور كولوم بريفرال نيرف. دي اهم ثلاث اهي، يعني في عندنا بيراميدال تراكت بوستيريور كولوم ومين؟ بريفرال نيرف. السؤال بقى دلوقتي، يعني دي اشهر ثلاث اماكن بتتاثر في غياب فيتامين بي 12 ديفيشن. طبعا احنا دلوقتي مش هنقدر نشرح الكلام ده، ما خدناش نيورو، بس الجماعه بتوع العمل لو يفتكروا البيراميدال واللي خدوا نيورو بطنه، بيراميدال ده يعني عين عنده بابينيل بوست بابينيسكي كلورنس اللي هو البيراميدال ابر مود، والبوستير كولوم دي حاجه احنا ما خدناش، حاجه اسمها سنس بوزيشن موجع، يبقى عنده حاجه اسمها ستامبنج جيت يقعد يخبط كده. والبريفرال نيوروباسي عنده فود دروب، او عنده الجماعه اللي بتاخد دابيتس في البطنه عنده فود دروب بريفرال نيوروباسي. نيوروباسي ما عليك، مش مهم ده دلوقتي. المهم تحفظ، بص لي كده، ان فيتامين بي 12 بيأثر على سي ان اس، حتى ناخدها نيورو، وده اثره في 3 بي للحفظ. عايز بقى اعمل شويه انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن؟ هم ليه سموها سب اكيوت كومبايند اصلا؟ كومبايند عشان كذا حته تتضرب كومبايند، وديجنريشن عشان المايلين بيبقى مش موجود. انفستيجيشن زي الفيتامين بي 10 ما عدا حاجتين، يعني الانفستيجيشن زيها. يعني ايه؟ مثلا لو عملت صوره دم هلاقي مايكرو ولا ماكرو سيتيك؟ ماكرو، يعني ام سي بي اكتر من 100. ولو عملنا بومارو اسبريشن نفس الكلام، نفس الكلام، جاينت ميتا مايلوسايت ريترويد هايبر بليزيا ميجا كاريسايت خرجش البليتليتس كويس. بصوا لي كده، بس الدايجنوستيك تيست زي ما قلنا هناك سيرم بي 10، هقول هنا برضه سيرم بي 12. وزي ما قلنا هناك في تيست كده فانتاستيك كده اسمه فيجلو تيست، في عندنا هنا تيست تاني فانتاستيك هو كمان اسمه شيلينج تيست. شيلينج تيست، بص على السبوره بقى تاني. يبقى كل اختبارات 10 على فكره هما الاثنين ينفع يتحطوا في جدول كده، ان 10 و 12 مره جايه نبقى نحطهم ان شاء الله. 10 و 12 زي بعض في الانفستيجيشن، لكن ده سيرم بي 10 سيرم بي 12، وهنا حاجه اسمها فيجلو وكنا قلناها من شويه، وهناك في حاجه اسمها ايه؟ ما هو الشيلينج تيست؟ اسمعوا مني وبعد كده هقراها معاك، خليك بس معايا. هما بيعملوا الفكره ايه؟ الفكره ايه؟ ليه بعمل شيلينج تيست؟ لسببين. السبب الاولاني ان انا اتاكد ان نقص ال V12 بسبب مشكله في الابزوربشن. اكتب كده بس، يعني بالعربي اتاكد ان المشكله في الابزوربشن. تمام؟ الحاجه الثانيه
ان انا اميز. بص يا شباب على السبوره، هو الابزوربشن ده مش ممكن تكون مشكله الاستومك او ايه؟ مش كده؟ تاني يعني انا بتاكد انه في الابزوربشن واميز اذا كان في الاستومك ولا في الايدين. بس يعني انا بعرف اذا كان فعلا هو مشكله في الابزوربشن ولا لا، واذا كانت ازاي بقى؟ بص لي كده، هنقوله بالبلدي كده وبعد كده اقرا معاك. خليك معايا. بيعملوا ايه ببساطه؟ هو انا دلوقتي عايز اعرف في ابزوربشن ولا ما فيش، يقوموا عاملين حاجتين مع بعض، حاجتين ورا بعض. الحاجه الاولانيه يقوموا مدين بي 12 ده حقنه كده، تقوم داخله الحقنه دي على الدم، تقوم تمسك في هو لما ادي حقنه عضل تروح الانتستين ولا توصل البلاد؟ توصل البلاد، تمتص في البلاد على طول. فلما تروح البلاد بي 12 كميات كبيره، يلاقي مين مستنيين؟ الشياه. ولما ادي كميه كبيره الشيارين كلهم ايه؟ يخلصوا يتملوا. وبعدين اقوم اعمل حاجه ثانيه، اقوم ادي العيان، انا هقرا معاك بس افهم افهم زي حدوته كده، اقوم ادي وراه مين؟ ادي وراه اورن. يعني انا بعد ما حقنت وقفلت ال عملت ساتوريشن لكل الشيارين، اقوم ادي برضه بي 12 بس اعلمه بقى، اقوم حاطط عليه راديو اكتف حاجه كده عشان اميز اللي انا حقنته باللي انا ايه؟ اديته اورن. يعني انا احقن حقنه عاديه تقفل الشيارين، واقوم ادي بي 12 تاني بس اورال واعلمه براديو اكتف. اعلمه بايه؟ المفروض هيمشي السكه بتاعته عادي، يمسك في الانترنسك فاكتور يوصل لحد مش عارف اللي يمتص، بس هيدخل الدم يلاقي الشيالين ايه؟ مليانين، مش هيعرف يروح اللف، يقوم نازل في اليوم. ادور انا بقى عليه في اليوم. بس هو يعني بص كده، هو اي بي 12 انا باخده اورال العادي يعني كله يعني بيمتص ولا جزء بينزل في الاسطول؟ عادي جزء، مش كله بيمتص، بيمتص تقريبا قد ايه؟ 10 35% من الكميه تقريبا يعني. طب انا لو جيت ركز بقى، لو جيت عملت العمله دي، اسمع بقى السيناريو الثاني ده، لو جيت عملت كده اديت حقنه والحقنه دي قفلت الشيالين واديت اورال، وبعدين الاورال مشى مشى في الايليوم وراح البلاد، هينزل المفروض في اليورين، ينزل كام في اليورين؟ 10 35. جيت لقيت اللي نزل في اليورين ده اقل من 2%، يبقى هل حصل ابزوربشن؟ يبقى انا كده اتاكدت، انت فاهم؟ يعني كان المفروض ينزل في اليورين 10 35 والباقي في الاسطول، مش مشكله. قام نازل لي في اليورين 2%، بس انا ما بعرفش ادور في الاسطول، لما ادور في اليورين عشان اعداد مش هقعد امسك جايجر ده على الاسطول، يعني انا هروح على عينه اليورين واشوف كميه اللي نزلت قد ايه. فلقيت اقل من 2%، يبقى هل حصل ابزوربشن؟ ما حصلش. طب عايز اعرف، يبقى انا اتاكدت دلوقتي ان المشكله فين؟ في الابزوربشن. طب عايز اعرف هي المشكله في الاستومك ولا في الايليا؟ يقوموا عايدين التست تاني بس وانا بدي اورال ادي معاه انترنسك ايه؟ فلو اديت انترنسك فاكتور واللي كان اقل من 2% علا بعد زياده الانترنسك فاكتور الى 10 35 ده كانت المشكله فين؟ طب لو ما تحسنش يبقى المشكله كانت فين؟ هقرا معاك كده الكلام، بص كده معايا. بيعمل ايه العيان او بيعمل ايه في التست ده؟ انا بقول لك التست ده فانتستك، احنا ما بنعملوش بصراحه، بس هو مكتوب في كتب هتلاقوه في البطن كمان. انتراماسكولار انجكشن لواحد ل 1000 مايكرو جرام فيتامين بي 12، كميه كبيره قوي، احسن اكتر من اللي انا عايزه كمان. عشان اعمل ايه في الشيالين؟ ترانسكوبالامين ساتوريشن، وبعدين اكولكت اليورين واشوف الراديو اكتيفيتي بتاع، او انا اسف جيب واحد اثنين راديو اكتيف بي 12 فور كميه صغيره، وكولكت اليورين وتست فور راديو اكتيف نورمال 10 35 من راديو اكتيف بي 12 بينزل في اليورين ده العادي، ولكن في نقص الفيتامين بي 12 ديفيشنسي اكتب فوقيها نتيجة نقص ابزوربشن، نتيجة نقص ايه؟ ابزوربشن اقل من 2 هو اللي بينزل، يبقى انا كده اتاكدت انها مشكلة في الابزوربشن. اقوم اعمل ايه؟ اريبيت التست، لكن وانا بريبيت التست ادي معاه انترنسك فاكتور، لو الاكسكريشن زاد يبقى كانت المشكلة في الانترنسك فاكتور، طب لو فضل قليل يبقى دي غالبا حاجة في الاليوم بكتيريا الاوفر جروس ولا حاجة. يبقى قالنا العلاج زي تعالج فيتامين بي 12 ديفيشنسي، سهله قوي، ادي له فيتامين بي 12 حقن كده بتتاخد، ساعات بنديها ثلاث مرات في الاسبوع على مدار شهر مثلا. ولكن في نقطه اخيره اللي هي السطر الاخير ده، بص لي كده، جالك عيان في عيادتك وطلع انيميك هيموجلوبين 8، عملت ام سي في شفته لقيته 105 ماكروسيت، واشهر ماكروسيتك ميجالو بلاست، بس الميجالو بلاست يا نقص بيه 10 يا نقص بيه كام؟ ماشي. انت بقى ما ايه قلت انا مش هتفرق معانا، ادي فوليك وخلاص، لان الفوليك راس وسهله بدل الحقن، الفيتامين بي 12 ده حقن الثاني راس، هدي فيتامين بي 10 راس وخلاص. والعيان
لقيت الانيميا بتتحسن، بس طلع العيان انت مشخصه غلط. يعني هو بي 12 ديفيشنسي وانت شخصته بالغلط فيتامين بي 10 ديفيشنسي. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الانيميا هتتحسن، لكن النيورولوجيكال مانيفيستيشن هتديتيريوريت، هتسوء. اقولها تاني، يعني انا جالي حاله ميجالو بلاس وهي نقص بي 12 وانت عالجتها على انها بي 10، لقوا ان اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الانيميا بتتحسن والنيورولوجيكال مانيفيستيشن بتسوء. عشان كده انتوا عارفين معظم الصيدليات دلوقتي او معظم الادويه كومباين، بتلاقي اقراص يقول لك ايه فيتامين ب مركب. يعني وانا لسه ادور هي نقص بي 10 ولا بي 12، على البركه ادي الايه؟ ادي الاثنين. هو طبعا ده مش تشخيص، ده عامل كده زي الدكتور اللي قاعد في الصيدليه وبعدين جاي له عيان بيقول له انا عندي اسهال، فقال له انت هتاخد مضاد وهتاخد مضاد للاميبا وهتاخد حاجه للاسهال وحاجه للترجيع بالمره عشان جاي ترجع بعدها. يعني هو قال له ايه؟ اذا ده ما ينفعش ده هينفع ده هينفع. فانا مع يعني الصح ان انا ليه بقى ليه؟ لان ممكن الموضوع يتكرر، ابقى محتاج اعرف السبب. انا فاكر يا جماعه واحد زميلنا كان في الجيش، ده كنا سنه 2001، كان واحد كنا احنا في سريه طبيه كده، كان معانا صيادله كنا احنا جايين عليهم، فعرفوا ان انا هاخد اطفال، تمام؟ هبقى نايب اطفال. فقالوا لي بص يا احمد ما تقول لنا كده على الحاجات، خدني في جنب كده قال لي بص اديك ورقتين اهو، اقعد كده انت قاعد بقى في احنا مش ورانا حاجه، هات ورقتين واكتب كل علاج الاطفال في الورقتين اهو، بس ما يحتاجوش سماعه. يعني علاج الاطفال اللي ما بيحتاجش انك تقعد تسمع. ليه يا ابني؟ عشان لما اقعد في الصيدليه يجي لي مثلا اسهاله دي كذا، يجي لي ترجيع دي كذا، يجي لي مش عارف سخونيه دي كذا، وخلاص بقى الطب هيتعالج في الصيدليه. مش ده بيحصل؟ انت ساعات كده يقوم رافع السماعه يكلم الصيدلي الترشيحي بتاعه يقول له ايه؟ انا ابني عنده سخونيه وكحه، يقول لها خدي مش عارف كاتافلاي مش عارف بروتين وخدي مضاد مش عارف كذا وخدي كات بالتليفون. هتقول له طب بعد يومين الحراره لسه ما راحتش، لا خدي بقى للدكتور. يعني تمام؟ انتوا بتضحكوا؟ هو ده اللي بيحصل، بيكمل له بقى. كمل يقول خد حقن بقى مكان الشرب وكده. طيب سي ان اس ريفرسبل صح؟ سي ان اس ريفرسبل لما بيكون المايلين بيرجع تاني، اصل انت ما بتموتش الخليه، بس المشكله في المايلين. اخر موضوع عندنا هي الابلاستيك انيميا، وهي اسهل بكتير من اللي فاتوا. بصوا يا شباب دي اخر الاحزان بقى، الانيميا دي اخر الاحزان الابلاستيك. طبعا الموضوع محتاج، بص لي كده، احنا نزلنا على الجروب جدول في اختصار الهيموليزا. المفروض بعد النهارده تعمل جدول في الاربعه اير بي 10 بي 12 ابلاستيك، وباختصار شديد زي ما عملنا كده، لان اخر السنه الانيميا هتتلخص في الجدولين دول بس. اكتب فوق كلمه ابلاستيك انيميا فشل نخاع، جنب كلمه ابلاستيك انيميا فشل في النخاع. بصوا يا جماعه، كلمه ابليزيا يعني نو فورميشن، يعني كلمه ابلاستيك يعني مفيش فورميشن للخلايا. وهنا لو تفتكروا كنا رسمنا النخاع قبل كده، بصوا على السبوره، هو النخاع ده بيكون ار بي سيز بس، يعني وانا بكون هل بكون ار بي سيز بس؟ لا، ده في ار بي سيز، في وايت بلاد سيلز، وفي بليتلتس. اذا لما النخاع بيفشل في احتمالين، في احتمال ان انا اضرب الار بي سيز بس، وفي احتمال ان يتضرب الثلاثه زي ما جاله بلاستيك كده. يعني انا بص لي كده تمام بالراحه، النخاع مسؤول عن تكوين ار بي سيز وايت بلاد سيلز كده، ممكن اللي يتضرب يبوظ تكوين الار بي سيز بس، وممكن يتضرب الثلاثه. بيقولوا في فرق، لو اتضرب الثلاثه يبقى اسمها ابلاستيك انيميا، لو اتضرب المنتج الار بي سيز بس يسموه هايبوبلاستيك انيميا. اقولها تاني، يعني ايه الفرق بين كلمه هايبوبليزيا وابليزيا؟ ابلاستيك نخاع ما بيكونش خالص، الثلاثه يعني يعمل في النهايه ايه في الدم في البريفر بلاد؟ بانسايتوبين. دي رابع بانسايتوبين، انا هحطهم في الجنب اهو، انا هحطهم في الجنب، ادي البانسايتوبين، اكتبها تاني، اكتبها تاني هنا، يعني اربعه. اقعد افكر نفسي، واحد قلنا اللوكيميا، اثنين هايبر سبلينيزم، ثلاثه ميجالو بلاستيك، أربعة أبلاستيك. على فكرة عشان نكملهم، خمسة الناس اللي بتاخد بطنة سيستميك لوبس.
يعني كده كده انا ممكن لو جالي اي حاله بانسايتوبينيا بطنه واطفال تمام ابقى عارف تقريبا اشهر خمسه ديزيزز عندنا يؤدوا الى بانسايتوبينيا. افتكرهم تاني اهو، بانسايتوبينيا، اللوكيميا، والهايبرسبلينيزم، والميجالوبلاستيك، والابلاستيك، والسيستميك لوبس تحتهم تمام. طيب وفي اكتر بس هما دول المشهورين قوي. يبقى لو نقص في التلاتة مع بعض اسميه ابلاستيك، لو نقص في الار بي سيز بس يسموها هايبو بلاستيك. طيب احنا تعودنا دايما لما بنيجي ناخد اي انيميا نعرف الاسباب، كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت. ايه الاسباب؟ بصوا يا شباب، الابلاستيك انيميا اللي هي اخطر انواع الانيميا تمام كده. ليه اخطر؟ بتموت، مش هزار، وبيحتاج زرع نخاع وجايز ملاقيش، هو كده الابلاستيك خطير، بيموت. هيموت ليه؟ هيموت عشان انفكشن، هيموت عشان بيجي زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى العيان ده بيموت. ايه اسباب بقى الابلاستيك انيميا؟ بصوا يا جماعه، الابلاستيك انيميا هتلاقوا مكتوب عندك كونجينيتال واكواير، بس الاكواير هي الاخطر مش الكونجينيتال. انا كاتب لك كونجينيتال رقم واحد بس دي 20%، 80% اكواير. وشوف بقى في ال 80% دول ايديوباثيك وسكندري او برايمري وسكندري. اهي بص على السبوره، ادي الابلاستيك اهي وانت بتذاكر في الصفحه البيضاء، هتقوم قايل كونجينيتال اكواير والاكواير برايمري وايه؟ هي كده بالظبط. الكونجينيتال 20، الاكواير 80، كام من ال 80 دول برايمري؟ 90%. عارف برايمري يعني ايه؟ ايديوباثيك مالهاش سبب، يعني ادي الابلاستيك فيها كونجينيتال فيها اكواير، الاكواير برايمري وسكندري، البرايمري 90%. هو ايديوباثيك يعني مالهاش سبب، صح كده؟ اذا اشهر سبب للابلاستيك ان مالهاش سبب. مالهاش سبب يعني بتحصل لوحدها من نفسها. هقولها تاني. يعني هي رخمه وبتموت وبتاع، بس حتى الان مشكلتنا مع الابلاستيك انيميا ان سببها مش واضح. بس ما يجيلكش عيان، اسمع، ما يجيلكش عيان تشخصه ابلاستيك انيميا وتقول اصل مالوش سبب. مالوش سبب؟ لا، مش من الاول كده. انت عشان تقول ان مالوش سبب لازم تاكسكلود اللي له سبب، ماشي كده؟ هتاكسكلود مين؟ الكونجنيتا، هنعرف دلوقتي ازاي. هتاكسكلود السكندري، سكندري كوزز فيه اسباب. طب انا هبدا بالسكندري لانه ما اسهل. السكندري كوزز بتاعته انا عاملها لك اتنينات كده. يعني ازاي اتنينات؟ دراجز وانفكشن، فيزيكال وكيميكال، او كيميكال وفيزيكال، خلاص؟ هو بالترتيب عندك. ومالجنسي لوكيميا يعني، وجرافت فيرسس هوست ديزيز. طيب واحده واحده كده، ايه الادويه اللي لو انا خدتها يجي لي ابلاستيك انيميا او يجي لي بون مارو سبريشن؟ انا قلت منهم في اللوكيميا، فاكرين ادرامايسين والحاجات دي. مكتوب عندك كلمه سايتوتوكسيك دراجز، اكتب فوقها بكيماوي، ادويه الكيماوي، ادويه السرطانات بصفه عامه. يبقى من الدراجز الكيماوي. طيب ايه من الدراجز تاني؟ تسمعوا عن الكلورامفينيكول؟ الكلورامفينيكول ده من الناس، من الادويه الوحشه قوي ساعات، مش كل الناس بتعمله، الناس اللي عندها استعداد. المهم بيجي لهم ابلاستيك انيميا اجرانيولوسايتوز. اثنين انفكشنز، ودي بقى غريبه قوي، دي غريبه قوي. بصوا لي يا شباب كده، ايه الانفكشنز اللي ممكن تضرب النخاع؟ دي علينا مهمه قوي في الليفر. فايرال هيباتكس، واكتب فوقيها اكسترا هيباتيك مانيفستيشن اوف هيباتكس. لما ان شاء الله هناخد كبد باذن الله، بصوا لي كده، هنقول ان الفيرال هيباتيتس له هيباتيك مانيفستيشن وله اكسترا هيباتيك مانيفستيشن نتيجه الانتي بوديز فورميشن. عليك المهم بس تفتكر قوي ان مريض الفيرال هيباتيتس بي سي ممكن يعاني من ابلاستيك انيميا كجزء من المرض وليس كومبليكيشن. طيب حاجه ثانيه، والهيباتيتس ايه كمان؟ والهيباتيتس ايه مش بي سي بس، هيباتيتس ايه كمان؟ الاتش اي في ايدز. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان سعادتك لما يجي لك حاله ابلاستيك انيميا لازم تاكسكلود الفيرال هيباتيتس، لازم تاكسكلود الايدز وغيره، شتامبر فيروس وحاجات كده سايتوميجال، بس هما الاثنين اللي فاتوا دول هما الاشهر. ايه كمان؟ كيميكال، بنزين، تعرض للبنزين كتير وريحته مثلا احيانا، والدي دي تي او اللي بيتعامل معاه بايده مع البنزين او الدي دي تي. الحاجه الاخيره او الفيزيكال راديشن. عارفين الناس اللي فاكرين واحنا بناخد اللوكيميا، الناس اللي بياخدوا علاج نووي راديو ثيرابي بتوع الليمفوما، مش احنا خدنا في الليمفوما الراديو ثيرابي
ريدي ثيرابي ده لو اتعرض ليه الشخص بكميات كبيره يعمل ابلاست تاني. حتى انا فاكر قلت لك ان سي ناس ما بيوصلوش الكيماوي فجربوا ان هم يعملوا كرينيو سباينال ايراديشن. لو السباينال ايراديشن ده بيدخل العيان في ابلاست يبقى تعرض للاشعاع بصفه عامه. ثم مالجنسي اللوكيم. هي اللوكيم بتعمل ابلاستيك انيما ازاي؟ ان الخلايا السرطانيه احتلت المخاع. الخلايا السرطانيه احتلت المخاع فبقى المخاع عطلان ما بيتكونش. احتلال. ثم الجرافت فيرسس هوست ديزيز دي صعبه عليك شويه خدتوها في المايكرو في المناعه. جرافت فيرسس هوست ديزيز يعني ايه؟ يعني الخلايا اللي انت مديها من بره تهاجم تهاجم جسمك. اكتب كده بس بالعربي. الخلايا اللي من بره تهاجم جسمك. اللي مناعته ضعيفه. ما عليك مش مشكله مش مشكله. الجرافت فيرسس ده موضوع كبير نبقى نقول. يبقى هراجع معاك تاني عشان ما تتوهش. الاسباب دايما بتطول الوقت. اسمعني يا شباب عشان تبقى كتير فلو انت بتذاكر دايما لما تعدي على اسباب كتير ارجع للعناوين. ايه العناوين؟ افكر نفسي افكر نفسي. ابلاستيك انيميا مشكله في النخاع فشل في النخاع بومره فيه ينتج عنه لو الثلاثه بلاد اليمنت افكتد بان سيتوبينيا ابلاستيك. لو الار بي سيز بس هايبوبلاستيك. الاسباب كونجينيتال واكواير 20 و80 الاكواير برايمري وسكندري 90 و10 السكن. بس قبل ما تقول ان مالها السبب اعمل الاول تحاليل للحاجات دي. اعمل الاول تحاليل للانفكشن. اسال على هيستوري اوف دراج انتيك صح. اسال على هيستوري للتعرض لبنزين او كده. اسال على هيستوري لانه تعرض لراديشن. كل ده هيستوري يا جماعه. يعني انا ممكن ادخل على حاله انيميا اخر السنه والدكتور يقعد يسالني يقول لي خد هيستوري من الحاله دي. اقعد ايه الحاجات اللي هسال عليها في حاله انيميا؟ كتير قوي. يعني انا هقعد اجمع في كل نوع من الثمانيه انيميا سؤالين ثلاثه واسالهم في حاله انيميا. يعني هقعد اسال في الايرن ديفيشنسي انيميا بياكل ايه وما بياكلش ايه والكاو ميلك بينزف ولا لا صح؟ هاجي اسال مثلا في الفيتامين بي 12 ديفيشنسي هل عنده اسهال اللي هي الحاجات بتاعه المالابزوربشن وكده الدياريه والكلام من ده. اما اجي اسال مثلا على الابلاستيك انيميا اقوم سائل اقول له طب ما خدتش دواء معين؟ طب مش عارف ما تعرضتش لاشعاع؟ طب مفهوم يا شباب؟ دي حاجات تتعلق. شوف انا بسال عن الاسباب. انا قلت دايما ان لما الهيستوري ده اصعب جزء في الهيستوري تيكنج البريزنت. وهو البريزنت عباره عن اربع حاجات. انت بتسال على اسباب المرض وبتسال على المانيفستيشنز بتاعت المرض وبعدين بتسال على الكومبليكيشنز بتاعت المرض واخر نقطه وهي اصعبهم بتسال على الحاجات اللي بتتلخبط مع المرض. يعني تسال لو هي مثلا حاله انيميا طب اير طب بتتلخبط مع مين؟ لوكيميا. اسال على حاجات اللوكيميا. طب انا مثلا في النفرو عندي حاله ريد يورين اي جي ان طب بتتلخبط مع مين تاني؟ ريد يورين. حالات اللوبس اسال على اللوبس وهكذا. فاهمين؟ يبقى هو الهيستوري البريزنت هيستوري اللي عايز يفنن في البريزنت هيستوري لازم يكون مذاكر الاول. فلازم يسال على اسباب وفي مانيفستيشن وكومبليكيشن وديفرنشال دايجنوز. هم الاربعه. يعني هتقولي طب عايز اخد هيستوري عادي. هيستوري عادي بقى تقوم واخد السبعه ثمانيه تسعه سيستم اللي في الجسم وتحافظ شويه سيمتومز وتقعد ترصهم. الواد ما بيكحش ما مش عارف ايه وما بينهكش. الواد مش عارف ما حصلوش اسهال ولا ترجيع ولا كذا. الواد ما بينهكش مع الواد ما حصلوش تشنجات ما حصلش اغماء ما حصلوش ورم جول ما قلش المايه ما غمقتش. دي الاسطمبه الثابته. ففي طريقتين لاخد يا اما بتاخده بفن كده لو انت عارف تقريبا المرض تقريبا في الامتحانات عندكم في سنه خمسه بينفع كده او تاخد الايه؟ النقطه بقى الجايه. النقطه الجايه استنى الكونجينيتال عشان استثنيه اقوم قايل عليه برايمري. ايه الكونجينيتال ابلاستيك انيميا؟ عندك مرضين هتحفظ اسمائهم بيجوا في الام سي كيو فانكوني انيميا وده يختلف يا جماعه عن حاجه ثانيه اسمها فانكوني سندروم. الفانكوني انيميا ده ابلاستيك انيميا لكن الفانكوني سندروم تيوبولار ديزيز هيريديتري تيوبولار ديزيز يعني مشكله في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول وهنبقى نجيب سيرته بعدين في الكلى ان شاء الله. تاني في جنب كده فانكوني انيميا ابلاستيك فانكوني سندروم رينال تيوبولار ديزيز مشكله في الرينال تيوبيول وراثيه برضه. الغريب ان الاثنين يا شباب فانكوني سندروم او فانكوني انيميا الاثنين اوتوزومال ريسيسيف. يعني ايه بقى اوتوزومال ريسيسيف؟ مره العشره اوتوزومال ريسيسيف يعني ايه؟ مرض بيجي اكتر مع زواج الاقارب. نسبه تكراره في الاطفال المستقبل 25%. ايه كابيتال سمول ايه كابيتال سمول. خلاص حفظنا احنا الحاجات. عشان كده من النقط اللي هسال عليها في الهيستوري واتراخم فيها انت جوزك قرايب ولا لا؟ ولو قالت لي لا مش قرايب اقول لها ولا من بعيد؟ انتوا بتضحكوا. عايز مره حد فيكم يجي يقعد معانا في العياده كده تمام؟ حد من زمايلكم جالنا امبارح
بعد ما خلصنا وقعدنا بس اتاخرنا شويه. لما بيجي طفل ونقعد نسال مامته تقول لي ماما هو انتوا الاثنين قرايب؟ هي على فكره بتكون يعني الناس كبروها من السؤال ده خلاص. انا ليه؟ لان هي بص هو بيبقى اصعب حاجه على الاهل ان هم يحسوا انهم تعبان ويكون هم السبب في هذا التعب، فاحساس الذنب ده بيبقى صعب. فيعني فانت بتيجي تسال السؤال تقول لي ماما انتوا قرايب؟ باي ما ببصلكش انت اصلا بعد كده، انت قرايب؟ هتقول لك لا الاول من بعيد، تقول لك يعني ده من بعيد قوي، انا معايا عيال كويسين، انا معايا عيال كويسين، قلت لكم الكلام ده قبل كده، يعني تقول لك انا معايا، فهي بتنفي الكلام. فانت صر على السؤال ده، لان في النهايه انا اكتر حاجه بتهمني ان هم طالما في قرابه عندهم جد مشترك هو اللي ورث للاب والام الايه ايه؟ الاسم وال، مفهوم الكلام؟ المهم يعني يبقى انت لازم تسال. ده انا بقول لك انا عشان حكيت لكم قلت لكم ان ساعات بعض الامهات مقتنعين ان ولاد الخاله مش والله ما قلتلكوش الكلام ده؟ ما قلتش مره واحده جايه بنقول لها انت قرايب؟ تقول لي لا. اقول لها ولا بعيد؟ تقول لي لا احنا ولاد خال. طب يا ماما ولاد خالك ازاي؟ تقول لي ولاد خالك. مش انت بتسال على الوراثه؟ يعني ان احنا سبب وكلام من ده؟ انا بريحك، احنا مش ولاد عم، احنا ولاد خال. ان في عرف سائد ان ولاد العم هم اللي يعملوا امراض وراثيه، ولاد الخاله ما يعملوش. انت والله يعني الناس. فهو بص ساعات الاب فانت ما تاخدش الكلمه تقول لها انت قرايب، تقول لك لا خلاص لا، بيطلع ورا السؤال ده حاجات كتير. وانت يهمك حاجه في زي حاجه كده ايه؟ هي مش غتاته، انا مش باخد يعني مش بترخم على الام، لكن انت عايز تعرف كل مكان في صله قرابه. على فكره انتوا مخلين نسبه الكونسانجوينيتي اللي هي زواج الاقارب في جمهوريه مصر العربيه عملوها احصائيه وبحث طلع كام خايف؟ احنا عندنا الارياف كتير عائلات كتير والبدو وغيره في الارياف وفي القبائل والبدو كده عندهم مشكله في حته القرابه دي، انه عايزين الارض ما تخرجش بره العيله. يعني ايه ارض العم ده وارض العم ده يبقوا محوط على الاراضي مع بعضها؟ انتوا بتضحكوا. هو ده اللي بيحصل. معمول بحث عن الكلام، نسبه الكونسانجوينيتي بتوصل ل 30% في جمهوريه مصر العربيه. والكونسانجوينيتي انا من خلال شغلي اقدر اقول لكم ان اغلب الامراض اللي بنشوفها المستعصيه الميتابوليك والكلام من ده، انا عارف ان لو حد فيكم دلوقتي حد مخطوب لحد قريبه هيجي لي بعد الحصه يقول لي طب اعمل ايه؟ لو لسه على البر يعني. لا زواج الاقارب عنده مشاكل بالذات لو في العيله، لو في العيله حد 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 عنده تعب معين. انا بقول اهو ففي الابلاستيك انيميا، ايه اشهر مرض في الابلاستيك انيميا بيجي مع زواج الاقارب؟ الفانكونيا. وبعدين بصوا انتوا لو جيتوا عندنا في عندنا عياده كده يوم الاحد والسبت تمام؟ النهارده الحد. في حالات بتيجي في المستشفى، احنا عندنا حتى حاجزين طفل في اسم 4 امبارح في اسم 4 في دور رابع عنده فانكونيا. ايه مواصفات شكل كان اسمه يونس انا فاكر. الابلاستيك انيميا او الفانكونيا انيميا ده غير ان عنده 3 بلاد اليمنت افكتد، عنده كونجينيتال انوماليز وموجود لها صور ورا. اول كونجينيتال انومالي بتلاقي راسه صغيره مايكروكيفال، تلاقي حجم راسه صغيره. خدنا احنا في العمل حاجة الطفل بيبقى مايكروكيفالي. ايه من اول امبارح في العمل مايكروكيفالي يعني ايه؟ دماغه صغير. ايه كمان؟ الطفل ده بص تلاقي عينيه صغيره، اسمها حاجه اسمها مايكروفثالمي، مايكروفثالمي يعني عينيه ضيقه. الاهم بقى مش دول، الاهم مش دول. بص لي انا هبص معاك على الصور بس خليك معايا لان احنا ما عندناش امراض كتيره فيها انوماليز كده في المنهج عشان نقول كتير. يعني العيان ده عنده دماغه صغيره كده وبس، عينيه صغيره، جلده غامق يعني بالذات. بص في الحته دي ما تيجي تروح تشوف الطفل تلاقي في الحته بتاعت الرقبه دي من جنب هنا كده بيبقى عنده هايبر بيجمنتيشن في السكين. وعنده حاجه في المنهج مش هتتكرر كتير اسمها كافي اولي باتشز. حضرتكم الماني انا عارف. كافي اولي باتش. وكل ما اقول كافي اولي قولوا لي شاي باللبن. لا هي قهوة باللبن. كافيه ايه؟ اوليه باتشز. كافيه يعني قهوة، اوليه يعني باللبن، تمام؟ ليه يعني لبن. فهي كافيه اوليه باتشز. ايه الأمراض؟ عايز أقول حاجة. إحنا بنعتبر في بعض الناس عندهم البقع اللي زي النسكافيه دي كده، تمام؟ في جسمهم، ولكن ما تزيدش عن 6. لو زادوا عن 6 9 9؟ ده بجد؟ عايزين تمشوا؟ لا يعني مش عايزين بس لازم. بس
عشان بحب العلم بس مش للدرجات. خلاص روح نتقابل الثلاثة ان شاء الله.